السلام عليكم ورحمه الله، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ولا عجبكم الفيديو شاركوا في القناه وما تردوش في اللايكات، وتابعونا ان شاء الله حتى الاخير. وغادي تشوفوا معايا هذا الرمان كيفاش غادي نخدمه، وغادي نديروا منه واحد المشروب اللي هو زوين ريبي جميله. وحنا ان شاء الله غادي نبداو معاكم بسم الله على بركه الله. حنا كنجيب واحد الاناء وكنجيب الرمان كنسوسوه. انا درت هذه قاصحه هاد لالوش، وهنا كنقطعوا الرمان. كناخذوا طبعا كناخذوا الرمان اللي تيكون حمر وزوين وتنقطعوه وتنقلبوا هذيك المغرفه، تنحلوه نقسموه على اربعه. عرفتي ساهل، من الاحسن حنا كنديروا الرمان ديالنا بلا ما كنجيبوا داكشي ديال الزنقه واللي واعر على الدراري. هنا كتشربي شي حاجه اللي مفيده، والرمان هذا هو وقته. سمحوا لي انا ضربني البرد. هنا كنسوس هذا الرمان، يعني هذا السوسان دغيا كنسوس، وكنحتاجو من طبيعه الحال 3 كيلو ديال الرمان. كتخرج لينا واحد الكميه اللي وفيره. اللي ما عندوش 3 كيلو راه كيدير القدر اللي عينك ميزانك، قد اما تضاعفي المقادير اما تنقصي تقسميها المقادير. هنا كنقيو هذاك الرمانات اللي تيبقاو، تنحيدو منه هذيك اللبابه لان كتجيبو شويه مر. هنا كنسوسو، يعني ساهل باش كتسوسيه بحال هكا. كتقدري تسوسي رمان كتير ما تيجيكش صعيب. نحيدو هذوك الحبيبات اللي تيبقاو تنقيهم. حنا كنستمروا كنسوسو بحال هكا، كنستمروا حتى كنديروا داك الرمان اللي بغيناه. البنات اللي عجبكم الفيديو شاركوا في القناه وردوا عليا في التعليقات ديالكم، صايبوه وردوا عليا في التعليقات وقولوا لي شنو واش عجبكم. انا كنوريكم الرمانه كلها راه كتعطي، لان تبارك الله ما شاء الله دابا الرمان شبعان ما تبارك الله. هاد الخيرات اللي عطانا الله سبحانه. هنا كملنا الرمان ديالنا ونقيناه. وكنجيبو واحد الاناء وكنجيبو الماكينة مطيشة، لان هاد الماكينة مطيشة ما كتخليش العظم يهبط، يمشي غير هذاك الماء ديال الرمان باش ما نديروش في التراب هذا في شي ميكسور ولا هذا، كنديرو ليه بحال هكا كيجي احسن، ما كيتهرش العظم ديالو، تيبقى غير داك الماء ديال الرمان. هنا كنطحنوه، واخا شويه تيجي قاصح كنحاولوا معاه، كنديروا داك الشبكه الرقيقه فاش كنطحنوه باش ما يدوش لينا العظم. حنا كملناه دابا في الطحين وكنسوسوه. هنا خدينا ديك الكميه ديال الرمان وكنحطوه شويه فوق البوطه حتى كي يسخن، وكنجيبو واحد الكاس ديال العنبه اونص، كاس اونص، والسكر كيبقى حسب الذوق. الا كتبغيو الحلاوه كديرو كاس اونص،
الا بغيتوا الحلاوه قليله تقدروا ديروا غير كاس كيجي مزيان، لان حساب الرمان بعض المرات تيكون فيه واحد الحراره، بعض المرات تيكون حلو. كنسخنوه شويه على البوطه حتى كتذوب هذيك السنيده. هنا كنديروا كاس ديال الحليب بارد، وكنديروا واحد الدانون. وعلى فكره البنات كنديروا نص سيترو ديال الحليب، لان حيدنا منه هذاك الكاس بارد، والاخر درناه حتى يفيض فوق البوطه. وتنحركوا شويه بالضراب اليدوي باش كيدوب هذاك دانون. كنديروا كاس ديال دانون بالنكهه اللي بغيتو نتوما، هي من الاحسن يكون دانون طبيعي. وكنجيبوا هذاك الحليب اللي هو سخن، كنخليوه شويه تنفيضوه ونخليوه شويه يبرد عاده باش كنزيدوه. صدقوني راه تيجي رائع البنات، وكيجي زوين وما تيكلفش، وهو زوين للوليدات احسن ما تعطيوهم داكشي ديال الزنقه. وهذا هذا كيكون طبيعي ديال الدار. كنبقاو نضربوه نضربوه حتى كيتجانس ديك العناصر كلها، وباقي الحليب دابا عاطي ديك الكشكوشه ديالو. بنات لعجبكم الفيديو شاركوا في القناه، وما تنسوناش من اللايكات باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.